مكملين معاكم في حلقتنا النهاردة، حلقة عن تجميل. في ستات كتير ودلوقتي بقى في رجالة كتير كمان ابتدوا يخشوا في موضوع الحقن والفيلينج والبوتوكس، وفي معلومات خاطئة كتير قوي متداولة بالذات عن البوتوكس. الحقيقة سمعته يعني بقت وحشة جدا، يقول لك ده حقن، ده حقن، دي حقن، دي حقنة. وانا واحد من الناس اللي كنت فاكر ان الموضوع ده برمته يعني مش صحي، وطلعت غلطان، لانه الموضوع لو اتعمل تحت اشراف طبيب فاهم، تحت اشراف متخصص فاهم، زي ما سمعنا من دكتورة جوزيفين في الفصل الاول، بيبقى له فوائد على الامد الطويل، مش كده دكتورة؟ طبعا. احنا بنحاول نمزج الطبيخ بالمواضيع. الشيف وليد محمد سوري شيف محمد وليد اخوك، وليد عامل ايه؟ كويس سلم عليه. شيف محمد احدى المتسابقين اللي كانوا مشاركين في المسابقه بتاعه الجمعيه الفرعونيه لطهات مصر، وخد المركز الاول في احد الاطباق. عمل لنا طبق احنا شفناه في الفصل الاول، بس يعني ممكن الكاميرا لو جت هنا ممكن هتلاقيه جوه. يعني هو كان طبق جميل، بتنجان بالموتزاريلا، كان اسمه ايه؟ ماليليزي، ملينزانا. هو طبق ايطالي، وعمل الصوص بتاعه زي ما شفنا، كان طبق هايل. شاف تسلم ايدك، صحتك وعافيتك، ربنا يبارك لك، بنقدم شيء بيدلت ايه لك فعل الخير. طيب نرجع لموضوعنا الاساسي مع الدكتوره جوزيفين، بعد ما نشوف نرمين عملنا لنا افتكاسه شكلها ايه. مش افتكاسه قوي، انا حاولت اختار لكم حاجه ليها علاقه بالتجميل، فاخترت ان احنا نعمل شوربه بطاطا وقرع بالكرات. الكرات مفيد قوي في التجميل، هقول لكم فوائده. فنبدا بقى في الشوربه. طيب نبتدي كده نتعلم واحنا بنتكلم. لا مش هنجيب الشوربه الاول، احنا هنجيب الزبده. دكتوره حضرتك عندك معلومات عن الشيزوفرينيا ولا مش انا يعني مش قالت هنبدا بالشوربه وبعدين لا هنبدا نعمل الشوربه، بس مش هنحط شوربه الاول. مش هتحط الشوربه؟ اوكي، شوربه من غير شوربه. تمام، عندنا بطاطا، بطاطا بقى بيضه، بطاطا الاورانج بتاعتنا، هنحط تقريبا كوبايتين، ويكون معاها كوبايه قرع او كوبايه ونص. وعندنا كرات، ممكن واحده ونص، يعني يبقى لو كبيره كرات واحده كبيره تبقى واحده ونص، لو صغير هيبقى ثلاثة تقريبا. وانا مش هحط الزبدة كتير، هحط معلقة زبدة كفاية. ودول ايه؟ وده بابريكا وزعتر. وزعتر دي مرقة فراخ ده؟ ومرقة فراخ بالظبط. تمام. طيب هنبدأ، ممكن الزبدة؟ الزبدة. اوكي. هنبدأ الاول كده نحط معلقة الزبدة. نشوح الزبدة ومع زيت ولا؟ لا انا هحط زبدة بس نبقى واخدين بالنا، ممكن نقطة زيت عشان الزبدة بس ايه ما تحرش. صح يا شيف؟ حاجه انا مش قلت لها نحط زيت؟ قالت لي لا، وبعدين حطت زيت. بس انا ساعات بحب طعم الزيت ده. هي بيجي لها، بيجي لي الالهام. مش هي بس، انتوا كلكم بيجي لكم كلكم. نحط مش عارف ايه، احط كام معلقتين؟ ايوه هي حط المعلقتين قليل قوي، حط معلقه يعني بيجي لها افكار. طب الكرات بقى احنا هنحمر الاول الكرات شويه عشان كده عشان يطرى. تمام، احنا مقطعينه كده حلقات طبعا، لان الشوربه في الاخر كلها هتتضرب مع بعض وتبقى هتضربيها في الخلاط يعني. اوكي، ونحط معاه الزعتر. بذاكر بس بذاكر. زعتر كله؟ لا هنحط معلقه بس كده، رشه كده اهو، هنقلبه بقى كده لغايه ما يطرى شويه، وبعدين نضيف. لا لسه نضيف بقى المكونات. هو يعني ممكن تقولوا لنا بقى في السريع هتحطوا حاجه تانية ولا عشان عايزين نهمر بالظبط؟ انت مصر على الشوربه. مش قادر. انا عايز مدير القناه. الموضوع ده مش هينفع. لا بصي انا بس مستنيه الكرات يدبل شويه وياخد التيست مع الزعتر، وهنحط القرع والبطاطا وهنقلبهم شويه معاه، وبعد كده هنحط الشوربه. طيب. عشان كله بقى يتسلق يعني لحد ما الكرات يصفر يبقى جاهز انه تحط عليه الحاجات اللي قالت عليها نرمين. كنا بنقول لحضراتكم انه في الفاصل الاول ان احنا مخصصين الفاصل الثاني عشان نعرف الفرق بين الفيلر والبوتوكس، مش كده دكتوره؟ يعني باختصار كده للناس اللي هم زي اللي ما بيفهموش اي حاجه. ايه الفرق بين البوتوكس والفيلر، وامتى نبقى عايزين نعمل بوتوكس وامتى يبقى لازم نعمل فيلر؟ احنا اتكلمنا عن البوتوكس في الجزء اللي فات، وقلنا ان احنا بنستعمله هنا مع التجاعيد التعبيريه،
لان انا قلت بحقنه في العضله. تمام. الفيلر بقى حاجه مختلفه تماما. كلمه فيلر يعني ملو، ده من فيل بيملى. فانا بملى فراغ. واحده مثلا كانت جسمها كويس وشها كويس، عملت دايت خست كتير قوي فوشها نزل خالص، فبقى هنا ما عادش فيه خدود، عايزه ترجع لشكلها قبل ما تخس. نرجع نملى تاني، ده فيلر. بنملى بايه بقى؟ ايه الماده اللي بنملى بيها؟ في انواع كتيره، بس هو احسن حاجه مستعمله دلوقتي هو الهيالورونيك اسيد، اللي هو بيتحول جوه الجسم الكولاجين، اللي هو الماده الطبيعيه اللي موجوده طبيعي في الجسم. هيدروليك اسيد، هيالورونيك اسيد، هيالورونيك اسيد. انا فكرت هيدروليك قلت ده. وهما بيخش الجسم بيبقى ماده طبيعيه يعني، مش هو طبيعي. حاجه طبيعيه. بتبقى نفس الاماكن اللي بيتحقن يعني. انا حضرتك قلتي البوتوكس بيبقى مين لي هنا؟ ايوه. بس هل هنا ممكن يبقى حد يحط فيلر ولا ممكن حد يحط فيلر؟ يعني في حتت في زي ايه مثلا؟ يعني زي ما انا قلت لك في البوتوكس، ان هو لما ببدا بيه بدري قبل ما الخطوط تبقى باينه باستمرار، ده خلاص البوتوكس بيبقى كفايه. لكن بعد فتره، اللي هو لو حد ما بداش بدري وتاخر مثلا في السن لحد ما الخطوط دي بقت موجوده باستمرار في كل وقت مش مع التعبيريه فقط، ببدا الاول بحقن البوتوكس. لما البوتوكس خلاص بيفك العضله بيعمل لها ريلاكسيشن، بتفضل برضو بعض الخطوط موجوده، دي ساعتها بملاها بفيلر عشان تتسقط خالص. قلت لنا ان البوتوكس اول مره بيقعد 3 شهور، من 3 ل 6 شهور. 3 ل 6 بيختلف طبعا، يعني انت غير نرمين الافريج يعني اقول بالنسبه للثلاثه. هو رينجو من 3 ل 6 شهور، ده في اول مره. وثاني تاني مره من 6 ل 9 شهور، ثالث مره من سنه لسنه ونص. الفيلر بقى بياخد وقت برضو؟ الفيلر بيبقى الرينج بتاعه 9 شهور، من 9 شهور لسنه ونص بس. وبعد كده كل 9. طب بعد ما الفيلر اثره بيروح، سوري يا رشا انا عارف انت في كام سؤال عايزه تساليه. انا بس اخر سؤال والله. لا لا. بعد ما الفيلر تاثيره بيروح، هل يعني عارف حضرتك، انا بس مش عايز اجمل السؤال، بس انتوا كلنا شفنا النجوم العالميين اللي هم فضلوا بغض النظر بقى بيعملوا فيلر ولا بوتوكس 10 15 سنه، وبعدين فجاه بقى صحه نفسها عندها 75 سنه وشها انهار. يعني تلاقي وشها بشفايفها بحاجتها كلها نهار. هل ده بيكون بسبب ان هي ما كملتش، ولا بسبب يكون لا؟ هقول لك، هو طب التجميل من المجالات اللي هي بتتجدد بسرعه قوي، اللي هو احنا كل يوم بنلاقي فيه جديد، فاللي موجود امبارح غير اللي موجود النهارده غير اللي موجود بكره، كل يوم في حاجه جديده وكل يوم في تقنيه جديده. فما تبصش لواحده كانت عامله من 10 15 سنه وتقول هي وشها النهارده بقى عامل كده ليه، لا، التكنيكات اتغيرت والمواد نفسها اتغيرت. يعني من 15 سنه كانوا بيحقنوا سيليكون، وكان ده بيسموه بيرمننت فيلر، وكانوا فاكرين اول ما بداوا كان ان الفيلر ده حاجه ودي ميزه وكويسه وانت هتحقني مره واحده وخلاص. اكتشفوا ان ده مش ميزه، لان معالم الوش نفسها بتتغير من سن لسن. حضرتك في العشرينات شكلك وملامح وشك بتتغير عنها في الثلاثينات، عنها في الاربعينات، عنها في الخمسينات. فلقوا بعد كده ان انا لما استعمل فيلر مدته قصيره من 9 لسنه ونص افيد، لان انت عجبك شكلك بيه هتقدر تجدده مره تانية. شكلك ما عجبكش خلاص هو اوريدي هيروح، وعندنا كمان مواد ممكن تدوبه لو شكلك ما عجبكش بيه بعدها. وبعدين انت لازم تبقى متخيل انت ايه الديفول اللي عندك وهنصلحه ازاي وبايه. صح. اوكي. طب في برضه سؤال، انا عندي 4 اسئله الحقيقه، بس هسال واحد واحد مناسب لحضرتك. بتقولي ان مثلا لو احنا مش بنتكلم مثلا على بنات صغيرين او حد لسه مبتدي، لو واحده ست كبيره كبرت يعني في اواخر الستينات او في الستينات او سبعينات، دي كده بتحتاج كتير قوي. كتير. لا انا بشوف ممثلين كتير قوي او فنانين مثلا هي وشها قمر، وتحسي ان هي ما حصلش فيها يعني، هي شكلها كان هو هي صغيره، بس طريقه الكلام والاكسبريشنز بتاعت وشها تحسي ان وشها متجمد او بتتكلم يعني كان مثلا البق مقفول او هي البق مش بيتفتح على الاخر، او يعني تحسي ان من طريقه الكلام صوتها اتغير، مفيش اي يعني وشها متجمد. ده بيبقى من الفيلر ولا لا؟ لا، الفيلر ما بيعملش ده خالص. يعني لو واحده كبيره ممكن تعمل الكلام ده طب ايه اللي بيخلي وشهم يبوظ كده؟ مش الوش، الاكسبريشن تبوظ. لا، ممكن بيكونوا بقى حقنين بوتوكس في النص التحتاني، فده اللي بيأثر شويه على التعبيرات. يعني ده اللي بيبوظ. لو انا لو حد حقن جامد ممكن يغير تعبيرات او لو الصوت؟ لو لا، الصوت لا، الصوت هو كده يعني كده مخارج الفاظ مش الصوت.
لو اتحقن البوتوكس حوالين الشفايف ممكن بيخلي حركة الشفايف في الضحك أو في نطق الكلام نفسه مش مظبوط، ولا يمكن ده الشد اللي لا بيعمل كده. بتلاقيها بتنفث بقى، عارفة اللي هو كده طب هو الفيلر يا دكتور ممكن يقعد معايا قد ايه؟ يعني انا مثلا عملت فيلر في مكان وشي، احط يفضل قد ايه فترة؟ بصي رينجو من 9 شهور لسنة ونص، لسنة ونص على حسب انت، ما دي حاجة بيرسونال. يعني في حد بيستخدم وشه كتير، عضلاته طول النهار بيتكلم زيكم كده مذيعات، فبتلاقي من زمان لا بتلاقي انك انت محتاجة يعني هناخد المينيمم اللي هو 9 شهور. حد تاني كلامه قليل او حركة وشه قليلة، حد قاعد في مكتب مثلا شغال قدام كمبيوتر فمش بيحرك وشه كتير او مش بيتعامل. طب ده ممكن يختلف من مكان الحقن؟ يعني مثلا سي انا مثلا حقنت هنا، طبعا هل هتختلف الفترة من مكان لمكان؟ يعني دايما اقل مكان بيقعد وقت الشفايف، الشفايف عشان بتتحرك كتير، بتاكلي وبتتحركي وبتتكلمي كلام واكل. فلو حقنتي يا رشا يبقى تبطلي كلام عشان يقعد معاك. اتفضلي يا رشا. معلش يا كريم انا اسفه. لا لا مفيش مشكله، هو انت الموضوع مهم بالنسبه لك اكتر ما هو بالنسبه لي، يعني علشان انت ست مش حاجه والله. قصدك ان انا لا 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 هو بس دلوقتي موضوع الحقن ده والانترنت مخليه ناس كتير قوي عارفه ايه اللي بيحصل، يعني التكنيك وكده. فبلاقي ان حد كان محاسب في بنك ساب البنك وعمل عياده وجاب 15 حقنه وهو مش متخصص، فالموضوع ده بقى فيه عدم تخصص بطريقه فظيعه. يعني حد مش دكتور ولا امراض جلديه ولا تجميل ولا اي حاجه وبيعملوا الكلام ده، ازاي انا احمي نفسي ان انا اعرف اذا كان ده بيفهم ولا ما بيفهمش، او ايه الحاجات اللي اقدر اخدها عشان ان انا ما حدش يديني. يعني في ناس مثلا عملت بوتوكس انا عارفه مثلا بيحقنوهم في مناطق عكس العضلات، يعني العضله مثلا ماشيه كده وهو يحقن كده فالعضله دي تبقى باظت، يعني النتيجه النهائيه بتبقى مش مرضيه خالص وبتعمل مشاكل. بصي على النت في معلومات كتير قوي غلط، مش كل اللي بنشوفه على النت صح، فمهم قوي اختيار الدكتور واختيار العياده اللي انت رايحه لها. اوكي. فانت بتروحي لحد سمعته كويسه وبتكوني شفتي حد حقن عنده، بتبقي شايفه نتائج الشغل قدامك. غير لما بتخشي صور على النت، انت صور على النت انت مش عارفه مصدرها ايه، مش عارفه مدى مصداقيتها ايه. الماده اللي جوه دي ممكن ان هي تتغش او يجيب حاجه رخيصه او كده. المواد دي في مواد منها نظيفه جدا وكويسه جدا، في مواد منها صيني. الصيني ده بتحقنيه النهارده ما بيقعدش اسبوع وتلاقيه راح. هي مشكله. لا هو النصيحه برضو اللي احنا لازم نديها للناس انه لا في حاجه كمان سوري يا كريم بدون قطع كلام، اتفضلي. مهم قوي لما بتروحي عند دكتور عشان تحقني الفيلر بالذات لازم بيديكي شهاده بالنوع اللي اتحقن لك ايه، بمدى صلاحيته قد ايه. ليه؟ لان انت ممكن تروحي المره الجايه عند دكتور تاني. فانا ما بيجي لي حد حقن بره، طب انت حقنت فين، حقنت ماده ايه، من امتى، ده مهم جدا. وده اللي احنا دايما بنقوله انه لازم يعني النصيحه المعتمده اللي هي الجولدن رول او القاعده الذهبيه، ما ينفعش ابدا تروح لواحد مش متخصص يعمل لك حاجه في تخصص صعب. يعني ده تخصص حاجه كريتيكال جدا وبيظهر نتائجه واثاره يعني في نفس الوقت. ادي العيش والريفرنس سهل، يعني انت لو بالظبط ادي العيش لخباز زي ما رشا بتقول، والريفرنس سهل او يعني انت المرجع سهل. انت شفت رشا اهي زي القمر، انا ما عملتش حاجه في وشي قبل 15 عمليه. لا يا رشا انت عملتي ايه؟ تقول لك ده تشبيعي، فتخليك على التشبيعي. ولا عمري حمضه، انا هقول ان انا قلت لك انا انت عند الدكتوره جوزيفين بتروحي. المشكله الستات ما بتعرفش مين اللي هتقول لك انها. طيب احنا فاضل لنا دقيقتين الكلام. انا عايز بس نرمين تقول لنا ابديت كده عن الشوربه العنيفه اللي بتحصل دي. الشوربه انا حطيت الكرات زي ما احنا قلنا في الاول وحمرته شويه مع الزبده والزعتر، ولما طار خالص حطيت البطاطا والقرع، وبعدين ضفنا الشوربه الفراخ اللي احنا مجهزينها مع الملح وفلفل والبابريكا. انا عايزه اقول معلومه عن الكرات. انا عملت ليه الشوربه دي في حلقه التجميل؟ لان الكرات في نسبه ميه عاليه جدا، يعني 92% من الكرات ميه، فده حاجه مفيده جدا للبشره على اساس باستمرار البشره عايزه يعني ميه بلس ورطوبه. بالظبط، بتعمل ترطيب للبشره. في حاجه كده حلوه قوي لو عملتوها، الكرات نفسه هنجيبه هنضربه في الخلاط بشويه لبن صغيرين
ونحطه يعني هيبقى زي العجينه كماسك بقى مش كماسك بالظبط ونحطه على وشنا قبل ما ننام تلت ساعه وبعدين نشطفه بميه دافيه بيدي نضاره للبشره. نضاره هو كمان ليه ريحه الكرات زي البصل يعني بيستعملوه بدايل كده اقوى من البصل لا بقى. وكمان على فكره ده من الحاجات اللي بتوطي الضغط العالي يعني لما يبقى ضغطنا عالي وناكل كرات لان هو فيه نسبه ميه عاليه فبيدي اضرار للبول ينزل وبعد ما الشوربه دي بتبرد نرمين هنضربها في الخلاط هنضربها في الخلاط بس انا لازم اسال الشيف الشوربات اللي بالكرات ايه ممكن تبقى تاني بالكرات ممكن يبقى فيه بطاطس بالكرات ممكن برضو يبقى ماشي في تشيكن ليك سوب فراخ برضو مع كرات هو تقريبا حتى شوربه العدس بتاخد كرات هو تقريبا الكرات داخل في جميع انواع الشوربه عشان موجود هو دايما عشان بديل البصل عشان الفليفر بتاعه والتست بتاعه كويس برضو بس في سلطه بالكرات كمان ممكن يمشي في سلطه هو والشغل الاسيوي كله اللي هو بيطلع بيشتغل برضو كرات اساسي والبصل الاخضر برضو فيه اساسي جالك حد قبل كده على البوفيه شاف في الفندق صح وهو واقف على البوفيه من البوتوكس لا لا ما جالكش حد بس اكيد بتشوف ناس منفخه بتبقى عارف ان دي نفخه باين نفخه باين ده المصطلح اللي دارج في عالم التجميل يقول لك ده نافخ ودي نفخه بس الواقع انه في مواد كتير زي ما شفنا مع الدكتوره او زي ما سمعنا مع الدكتوره جوزيفين لو حقنتها على فترات متباعده بالعكس ده انت لو حقنتيها في سن صغير زي ما الدكتوره قالت لنا بتسهل لك بعد كده ان انت تحتفظي بنضاره بشرتك دايما بنروح لمتخصص مفيش حاجه اسمها فهلوه في الحاجات دي ان الغلطه بتعويره او الفوره بعوره زي ما بيقولوا نشوفكم بعد الفاصل في مواضيع تانية عن حلقتنا الخاصة جدا عن التجميل نراكم بعد الفاصل.